إذا هلا بدنا نعمل run للسيستم. السيستم الجديد هلا رح يصير فيه له كاركترستكس مختلفة. نطلع الكاركترستكس المختلفة تبعت السيستم. هلا واضح في عندي مشكلة هون، بس خليني أعمل زوم على الـ X axis ونشوف الـ output. احنا فاصلين، مش رح يطلع اشي معي، مش هيك راسمينه احنا كخط بس مش موصول. اوكي هلا موصول من هون، نعمل رف. اوكي هلا معلش احنا عارفين انه اصغر بكتير وبدنا نعمل سكيلينج، في غلط عندنا بالسكيلينج، بس خلينا نطلع على الريسبونس تبع السيستم. شايفين الخط اللي تحت؟ هذا الخط هو الان الريسبونس تبع السيستم الجديد. خليني اعمل زوم عليه اول شيء. اوكي ايش بتلاحظوا الان على السيستم؟ صار الرايس تايم تحسن، عندي اوفر شوت مش هيك، وبدي اتاكد اوفر شوت قديش. احنا الاوفر شوت ما محدد بالسؤال، مش هيك السؤال مش محدد بدلاله اوفر شوت. وتتذكروا قلت لكم المره الماضيه السيستم ما إلوش معنى في الحياة الواقعية أحدده بدلالة polls. المفروض إني حددته بدلالة user requirements settling time إشي زي هيك. أوكي ماشي واضح. طيب حتى نتأكد إنه كلامنا صحيح، لاحظوا هذا عماله بروح تقريبا لخمسة، بس خمسة times 10 to the minus 3. إذا بدي أحول هذا لواحد وبعدين بنشوف من وين إجا هذا الرقم، قديش لازم أضرب واحد على 0.005؟ قديش بعطيني؟ حد يحسبها في الآلة الحاسبة. طلع تقريبا 200,000، مضبوط. واحد على 0.05 200. اوكي خلينا اضبط اذا ال 200 هذول. هلا ممكن ال 200 له علاقه بهذا الرقم، انا مش منتبه، بس هلا بنشوف. راح اعمله، راح الغي هاي لانه هذيك كانت اصلها 200. 199.1. ناخذ هلا نحط جين. ناخذ جين. هلا هذا الجين رح ناخذ نحطه هون بس عشان نتاكد انه صار عندي سكيلينج صحيح. رح نحط هذا هون. اوكي نرد نعمل رن. اوكي هل السيستم الجديد احسن من السيستم القديم؟ احسن. ليش؟ الرايس تايم طبعا تحسن، وبقدر اقول كمان عن سيتلينج تايم انه تحسن. اذا بعتبر هذا هون سيتلينج تايم عم بيتحسن عندي هون، بس الثمن احد الاثمان اللي دفعتها اوفر شوت. هلا لازم يكون اليوزر اللي طلب مني هذا السيستم، ما مفروض انه حكى لي ماينس 2 بلس ماينس 4 جي و10، المفروض ايش قال لي؟ قال لي اعطيني رايس تايم قيمته هالقد، واعطيني اوفر شوت قيمته ما تزيد عن، وما راح اقول تساوي، هو ما راح تزيد عن مش هيك، ورايس تايم ما يزيد عن. فبدي اوفر شوت ما يزيد فرضا عن 20%. هي واضح ال 20%، وين جبنا ال 20%؟ هي 20% من 1 0.2 اوف 1. فهذا السيستم ما زاد الاوفر شوت عن 20%، فبدي افترض انه السيستم اللي انا صممته مقبول فيه انه يكون في عندي اوفر شوت مقداره 20%. والرايس تايم كان عندي تقريبا 9 سكندز، متذكرين؟ هلا هون بعرف تعريف الرايس تايم مختلف، ايش صار؟ صار من النقطة هاي للنقطة هاي، مش هيك؟ لأنه هون في عندي قطع للهاي، هي تقريبا أقل حتى من 1 سكند، كان تقريبا نص سكند من هون. خلينا نتأكد أن هدول القيمتين صحيحات، كيف رح نعمل هيك؟ رح نحول البولز اللي موجودة ليوزر ريكوايرمنتس، ورح ناخذ التو دوميننت بولز، أوكي؟ ايش كانوا قيمة التو دوميننت بولز؟ على صوتي الاوفر شوت. ايش ماله؟ تمام. هلا من ناحيه واقعيه، من حياه واقعيه، شو مشكله الاوفر شوت؟ ليش انا ممكن يضايقني الاوفر شوت؟ نفترض عندي تفاعل كيماوي، اوكي تفاعل كيماوي هذا بده حراره حتى يشتغل، فباجي انا هون على المصنع وبشغل البلانت الصبح، شغلها اول ما وصلنا. هلا احد الشكاوي ليش شكى صاحب المصنع؟ قال لي هاي بدها، ممكن هاي ما تكونش طبعا 9 سكند حسب السكيلينج، ممكن تكون 9 دقائق او 9 ساعات فرضا، ما بعرف حسب السكيلينج. يعني حتى لاحظوا هذا مش سكند، هو مش شرط يكون سكند، حسب ايش اليونت التايم تبعتنا. فهذا قال لي السيستم هذا متاخر، هذا بده 9 دقائق حتى يستجيب.
انا بدي تحسن لي الزمن. لكن شو حكى؟ قال لما انا درجه الحراره اللي بدي اياها 85 درجه مئويه، هذه الدرجه المثلى للتفاعل، هلا صارت 89 ما في مشكله لفتره قصيره مثلا. لكن اذا زادت درجه الحراره فرضا عن 95 رح يخرب المزيج اللي انا حاطه. فهو حدد يوزر واضح بشكل واضح، حدد رح يقول لي الطبخه كلها الباتش كلها اللي انا مجهزها بدي اضطر اكبها وابدا واحده جديده. فحدد لي انه الاوفر شوت ما بصير درجه الحراره، بدنا درجه الحراره. طبعا الواحد ممكن يعني اي شيء، الواحد ممكن احوله اعمله اي شيء، ممكن يكون هذا 85 درجه مئويه، ممكن يكون 90 درجه مئويه حسب الابلكيشن، بس ما بدي هذا الاوفر شوت يصير لحد معين. او ممكن عندي شافت، الشافت فيه تورك عليه، اذا زاد هذا التورك او زاد الديسبيسمنت لحد معين ممكن يكسر. او الليفيتر اول ما يطلع، او الليفيتر ما وصلش لحد مثلا زاد عن الحد. اي سيستم، في سيستم. هلا مين اللي بحدده؟ اليوزر. اليوزر بفهم اكثر مني، مش انا اللي بحدده، اليوزر. اليوزر بيجي او صاحب مصنع او صاحب الشغل او صاحب الديزاين بقول لي انا ما بقدر هذا السيستم اتحمل زياده اكثر من 2% 20%. وممكن سيستم ثاني يقول لي ما في اي مشكله، اعمل الاوفر شوت اللي بدك اياه، المهم انك تعطيني احسن رايز تايم. او ممكن يجي يقول لي ستيدي ستيت ايرور، مزبوط. ممكن يقول لي اعمل اللي بدك اياه من هون، بس ما بدي بعدين السيستم بدي اياه 85 وطول الوقت هو ماشي على 81. لو اضل 10 دقائق 20 ساعه 30 ساعه للساعه 81 معناها هذا الايرور ستيدي ستيت ايرور، هذا مشكله بالنسبه لي. حل لي مشكله ستيدي ستيت ايرور. اوكي، فممكن يكون مشكلته ستيدي ستيت ايرور، ممكن يكون مشكلته الرايز تايم، ممكن يكون مشكلته الاوفر شوت، وممكن يكون مشكلته السيتلينج تايم. مش هيك؟ طبعا احنا مفترضين انه السيستم ستيبل. ستابيليتي هاي ما بنحكيش فيها من البدايه، لازم حليناها، مزبوط. سيستم ان ستيبل راح، خلص راح السيستم. احنا مفترضين انه في ستيبل، عم نطلع احنا على يوزر ريكويرمنتس، مفهوم ضمنيا انه السيستم لازم يكون ستيبل. اوكي ماشي، واضحه هاي؟ خلينا نوقف هون هلا ونحسب هذول البارامترز من البول اللي اعطاني اياه حتى نشوف